تقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فزول اللي بيتقي الله ربنا بيجعل له مخرج في الفتن. أصل الفتن دي دايرة تقوى. أكان ما عندك تقوى الكون بيشيلك، السيل ده بيجرفك بيشيلك. لكن التقوى تنفع الإنسان. الحرص على العلم ومجالسة الأخيار أو ومجالسة الأخيار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والله يا أخوانا شفت في زمن البلاوي دي، أحرص على أخوك المستقيم. دي وصية إنت بتلقاها بعدين ربنا بينفعك بها. شفت عند الفتن شوف أخوانك الصادقين وابقى جنبهم، أبقى مع الصادقين، ربنا بيعصمك. يعني ربنا وصانا كده، قال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. رابعا تعلم قواعد السلف المنهجية والعمل بها، ودي قد يطول شرحها. قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ذل بيمسك في قواعد السلف يتعلم ويدين بها ينجو عند الفتن. الاكثار من الدعاء بالهداية كقوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، غير ذلك من الدعوات. منها الحديث استدل به ابن حجر لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج قال: ماذا أنزل الله من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلينا. قال: وفيه الندب إلى الدعاء في الفتن. وفيه الندب إلى الدعاء في الفتن. حذيفة رضي الله عنه، بالله شوف التعليق ده كيف في زمن حذيفة، ده زمن الصحابة وبداية زمن التابعين، زمن كان زمن خير وبركة استقامة. قال: نحن في هذا الوقت في حاجة إلى دعاء على الثبات كدعاء الغريق. زول غرقان دعاءه كيف؟ دعاء الغريق. ده زمن يا تو يا ناس، ده زمن حذيفة رضي الله عنه، وإن شاف زمننا ده. طيب الدعاء. سادسا أخذ العظة من حال من فتن. اتعظ، ما تخوض التجربة أنت كل مرة، اتعظ بحال من فتن. إذا شفتك من الناس من افتتن بسبب غروره بنفسه أو بسبب مجالسته لأهل الباطل أو بسبب إعجابه بعلمي أو لغير ذلك فاتعظ. وكذلك خذ بمواعظ القرآن والسنة، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أخيرا الاجتهاد في نصرة دين الله بتطبيقه والدعوة إليه. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الزول المجاهد في الله وبيخلص في هذه الدعوة ربنا منجيه عند الفتن. قال تعالى عن ذي النون عليه السلام: فلولا أنه كان، انتبه لهذا زمان، كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث. فعملك الزمان الله بينفعك به في وقت الفتنة.